السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم طلاب الماجستير المهني المستوى التكميلي في ماده اساسيات المحاسبه. المحاضره دي المحاضره السادسه وتاريخها السبت الموافق 25/4/2020، ومعاكم دكتوره هاله العجم. الحقيقه المره اللي فاتت كنا بدانا ناخد ازاي بيتم عمليه التسجيل في دفتر اليوميه، وكنا خدنا مثال وقلنا هنحاول ان احنا نفكر فيه لغاية ما نتقابل المرة دي ونشوف هنحله ازاي. زي ما حضرتك عارف وهنفكر بعد كده، ان احنا عندنا دفتر اليومية اتفقنا ان فيه مجموعة من الخانات يهمنا فيها. اول خانة هي خانة المبلغ او المبالغ المدينة، الحاجة التانية المبالغ الدينة، الخانة اللي بعد كده هي خانة البيان، وبنبدأ بالطرف المدين دايما من القيد وبيسبقه كلمة من حساب وإلى الطرف الدائم من القيد وبيسبقه كلمة إلى حساب. ده في حالة القيد البسيط، ولو عندي قيد مركب فإذا كان أكتر من حساب في الطرف المدين فبنبقى من مذكورين، وإذا كان أكتر من حساب في الطرف الدائم بنبقى إلى مذكورين. وبفتكر أو بفكر حضرتك مرة تانية إن أنا عندي المبلغ وقباله المبالغ المدينة، ما بحطش حاجة في الجانب الدائم، يبقى عندي القيد مثلا لو عايز اقراه 600,000 جنيه من حساب البنك، 600,000 جنيه لحساب رأس المال. الحاجة الخانة اللي بعد كده هي خانة رقم القيد، يا ترى القيد ده هو رقم كام؟ ده اول قيد بيتم اللي هو ايداع رأس المال بتاع الشركة لو كانت لسه هتبدأ، وبنتفق ان احنا نكتب فيه رقم صفحة الاستاذ. اول حساب موجود في الطرف المدين بياخد واحد، وبعد كده بتبدأ تتوالى الحسابات 2 3 4 لاخره. اذا حصل ان في عملية تانية ظهر فيها حساب البنك فبرضو بيفضل ياخد الرقم واحد، اذا زودت رأس المال او خفضته فهياخد دايما الرقم 2 وهكذا. ثم بنكتب التاريخ، وما ننساش ان احنا كانت عندنا في عمود تاني كان اسمه المستند ورقمه، بس احنا يعني تجاوزا ان احنا بنحاول ان احنا ما نستخدموش. يبقى انا عندي كام عمود موجودين؟ انا عندي 6 أعمدة: مبالغ مدينة، مبالغ دينة، خانة البيان، ثم رقم القيد ورقم صفحة الاستاذ والتاريخ. دي البيانات الاساسية اللي بنبدأ نسجل فيها. هنحاول نشوف مع بعض كده، ومفروض حضرتك تكون فكرت في الحل. هنشوف احنا عملنا ايه. اول عملية بتقول انه قرر آسر ان هو يبدأ نشاطه الخدمي، هيبدأ في عمل مغسلة برأس مال قدره 600,000 جنيه. خد الفلوس حطها فين؟ الحقيقة حطها في البنك. طيب احنا اول حاجة بتهمنا ان ايه العمليات اللي اتأثرت. الراجل ده بدأ خصص جزء من حسابه هيبدأ بيه رأس مال اي مشروع، والفلوس دي يا بتتحط في البنك يا بتتحط في الخزنة يا بتتحط في الاثنين. العملية دي بيقول ان هو اتحطت في البنك، معنى كده ان حسابي في البنك زاد وهو اصلا مدين، يبقى هنقول المبلغ اللي هو حطه كرأس المال 600,000 جنيه من حساب البنك. طيب رأس المال انا عارفاه ان هو طبيعته داين لان هو احد عناصر حقوق الملكية، وبالتالي 600,000 جنيه الى حساب رأس المال. بنعمل حاجة بنسميها شرح القيد. هو ايه اللي حصل؟ هو تم ايداع رأس المال وقيمته 600,000 جنيه بحساب الشركة بالبنك. ده تلخيص للعملية، بحيث ان انا لو حد قرا شرح القيد وشاف القيد اللي انا عملته ممكن يتضح له ان القيد اللي انا عاملاه فيه حاجة غلط. طيب هو القيد ده بالنسبة لي رقم كام؟ الحقيقة القيد ده بالنسبة لي رقم واحد، دي اول عملية تم. بنبدأ نرقم الحسابات او ندي حسابات نديلها ارقام اللي في صفحة الاستاذ على حسب. ببدأ بأول قيد ومن الطرف المدين، يبقى هذا هو الحساب رقم واحد. الحساب اللي بعده يليه ده الحساب رقم 2. العملية دي تاريخها كام؟ كان تاريخها 1/1. تاني ان احنا عندنا اول قيد هنكتبه من حساب البنك 600,000 جنيه الى حساب رأس المال. شرح القيد عبارة عن ايداع رأس المال وقيمته 600,000 جنيه بحساب الشركة في البنك. القيد ده رقم واحد، حساب البنك رقم صفحته في دفتر الأستاذ رقم واحد، حساب رأس المال رقم 2. العملية دي كان تاريخها 1/1.
العملية التانية بيقول عندي في 2/1/2018 هو اشترى شقة عشان تكون مقر المؤسسة بتاعته ودفع القيمة بتاعتها بشيك. قبل ما نكتب كده هنحاول نستنتج القيد. هي الشقة دي تعتبر مباني، والمباني دي اصل من الاصول. طالما ان هي زادت، انا ضفت شقة او ضفت مبنى، يبقى الكلام ده اقدر اقول عليه 150,000 من حساب المباني. الفلوس اتدفعت ازاي؟ اتدفعت بشيك. معنى كده ان البنك قال، والبنك اصلا طرف مدين، ولما يقل هيبقى ده الداين، فممكن اقول من حساب المباني الى حساب البنك. سؤال، هي المباني دي ظهرت قبل كده؟ الحقيقة لا. القيد الاولاني كنت بقول من حساب البنك لحساب رأس المال. طيب يبقى معنى كده المباني هتاخد رقم جديد. انا اخر رقم كنت واصله له هو الرقم 2 اللي هو كان عندي 1 و2. معنى كده ان انا عندي في حساب جديد هياخد الرقم 3. طيب هو البنك كان ظهر عندي قبل كده؟ حقيقة ايوه. هو البنك ده رقمه كام؟ رقم 1. فكل في عملية هيظهر فيها البنك هياخد الرقم 1. طب شوف احنا هنسجل ازاي. هو المباني دي بكام؟ ب150,000 جنيه في الطرف المديني. يبقى المبلغ ده هيكتب تحت الطرف المدين او المبالغ المدينة 150,000 جنيه، مفيش حاجة موجودة في الداين، من حساب المباني. المبلغ الدفع ازاي؟ الحقيقة الدفع عن طريق شيك في البنك، فهكتب 150,000 جنيه عند الطرف الداين وقبلها هيبقى الى حساب البنك. هو ايه شرح القيد؟ هو ايه اللي حصل؟ انا اشتريت شقة بمبلغ 150,000 جنيه وسددت القيمة بشيك. السؤال، هي العملية دي رقم كام؟ هي العملية دي رقم 2. رقم صفحة الاستاذ انا بشوف اخر رقم وصلت له اللي هو الرقم كان 2، يبقى حساب المباني لما هتيجي هتاخد الرقم 3. طيب حساب البنك ده حساب متكرر، جه قبل كده وكان واخد الرقم 1، فكل ما في عملية هيكون احد اطرافها سواء كان مدين او داين البنك هياخد الرقم 1. تاريخ بعد كده العملية دي تمت امتى؟ الحقيقة تمت يوم 2/1. طيب في 4/1 اشترت الشركة العدد والآلات اللازمة لممارسة النشاط من الشركة المصرية للآلات والمعدات. اشترتها بكام؟ اشترتها ب300,000 جنيه وسددت القيمة بشيك. خلي بالك، هل كلمة ان هي اشترتها من شركة المصرية للآلات والمعدات، الشركة المصرية للآلات والمعدات دي هتظهر عندي؟ الحقيقة لا. ليه مش هتظهر؟ لان انا اشتريت حاجة ودفعت قيمتها نقدا. هي امتى كانت هتظهر عندي؟ لو انا كان العملية دي تمت على الحساب. طيب بص معايا كده، معنى كده انا اشتريت اصل من الاصول اسمه العدد والآلات، فهقول بالمبلغ اللي اشتريته 300,000 جنيه من حساب العدد والآلات. وانا دفعت القيمة ازاي؟ دفعتها بشيك. تاني، انا عندي العملية دي لم تظهر فيها اسم الشركة المصرية للآلات والمعدات. ليه؟ لان العملية دي تمت بشيك، دفعت القيمة كاش. طيب لو انا جيت اتكلم مع حضرتك واقول لك طب لو كان على الحساب كنت هقول من حساب العدد والادوات الى حساب الدينين، واسم الشركة هي الشركة المصرية للآلات والمعدات. هو ايه اللي حصل؟ شرح القيد، انا اشتريت عدد وادوات، اشتريتها بمبلغ 300,000 جنيه وسددت القيمة بشيك. هو القيد ده رقم كام؟ انا القيد اللي فات كان 2، يبقى معنى القيد ده رقم 3. هسأل نفسي سؤال، هو حساب العدد والادوات ده ظهر قبل كده؟ الحقيقة لا. وطالما ما ظهرش قبل كده انا بديله قيمة بعد اخر رقم انا وصلت له. انا اخر رقم وصلت له كان الرقم 3، معنى كده ان العدد والادوات هتاخد الرقم 4. طيب هو البنك ظهر قبل كده؟ ايوه، وكان رقمه عندي 1، وبالتالي هياخد رقم 1. طيب هو العملية دي تاريخها كام؟ العملية دي تاريخها 4/1. لو جينا بعد كده العملية اللي تاريخها 5/1، بيقول ان قام آسر بسحب 100,000 جنيه من البنك واودعها بالخزنة. معنى كده هو سحب منين؟ سحب من البنك. يبقى معنى كده ان البنك اللي عنده قل، وبالتالي ده الطرف الداين، والخزنة او النقدية او الصندوق زي ما حضرتك هتحب تسميها هتبقى دي زادت، وهي الطرف المدين. ف
فأنا هقول المبلغ اللي اتسحب كان كام؟ كان 100,000 جنيه. مين الطرف المدين؟ حساب الخزنة، يبقى مش هكتب حاجة هنا في الطرف الداي. 100,000 جنيه من حساب الخزنة. طب هو البنك ايه اللي جراله؟ قال له ده الطرف الايه؟ الداي. مش هنكتب حاجة في الطرف المدين، وهكتب في المبالغ الداينة 100,000 جنيه لحساب البنك. ايه شرح القيد؟ ايه اللي حصل؟ هو انا سحبت مبلغ 100,000 جنيه من البنك وحطيتها في الخزنة. طب ترتيب القيود، انا كنت واصلة لتلاتة، يبقى القيد ده بالنسبة لي رقم 4. هي الخزنة كانت ظهرت قبل كده؟ الحقيقة لا، فالخزنة هتبقى الحساب رقم 5. البنك دايما هو اول حساب ظهر عندي، وبالتالي كل ما هيظهر هياخد الرقم 1. التاريخ بتاع العملية دي، الحقيقة العملية دي تمت في يوم 5/1/2018. طيب لو جينا بعد كده، قال ان آسر اشترى اساس بمبلغ 50,000 جنيه وسدد نص المبلغ نقدا والباقي على الحساب لمؤسسة اشرف الفخراني. طب هل مؤسسة اشرف الفخراني دي هتظهر عندي؟ الحقيقة المرة دي هتظهر. ليه؟ لان في جزء من المبلغ على الحساب. اول حاجة اللي انا اشتريت بيها الالات والمعدات دي، الاساس كان على الحساب. طب خليك معايا كده، هنقول من حساب الاساس انا اشتريته بكام؟ الحقيقة انا شارياه ب50,000 جنيه، وقال ان انا دفعت نص القيمة نقدا، فهيتأثر عندي حساب النقدية هتقل، وبالتالي هتبقى جزء من الطرف الداي. لو انا دفعت كل القيمة نقدا كنت هقول من حساب الاساس لحساب النقدية، لكن هو قال لي انا دفعت 25,000 جنيه او نص القيمة نقدا والباقي على الحساب. معنى كده دول الدينين او دول الموردين زي ما انت تحب تسميهم، والمرة دي هكتب الاسم دي مؤسسة اشرف الفخراني، عشان لما يجي معاد الاستحقاق يبقى انا عارفة ان انا عليا فلوس لواحد من الدينين قيمتها 25,000 جنيه. طيب هو الاساس ظهر قبل كده؟ الحقيقة لا، يعني اخر حاجة وصلت لها كانت الخزنة، وكان الحساب ده رقم 5. يبقى معنى كده ان حساب الاساس هياخد رقم 6. الى مذكورين، هي النقدية ظهرت قبل كده؟ كانت واخدة الرقم كام؟ 5. هما الموردين او الدينين دول ظهروا قبل كده؟ الحقيقة لا، وبالتالي هياخدوا الرقم 7. يبقى انا عندي المرة دي من حساب الاساس 50,000 جنيه الى مذكورين حساب النقدية وحساب الموردين او الدينين مؤسسة اشرف الفخراني. ايه اللي حصل او ايه شرح القيد بتاعي؟ انا اشتريت اساس من مؤسسة اشرف الفخراني ب50,000 جنيه وسددت نص القيمة نقدا والباقي على الحساب. طيب الكلام ده تم امتى؟ الكلام ده تم في تاريخ 6/1. طيب على القيد اللي بعده، كان بيقول عندي انه حصلت شركة او حصلت الشركة على مبلغ 30,000 جنيه من لقندة الفردوس مقابل القيام باعمال الغسيل بالنسبة لها. الكلام ده معناه ايه؟ معناها ان في فلوس دخلت الخزنة، وبالتالي الخزنة بتاعتي هتمثل الطرف المدين. طب انا قدمت خدمة للقندة الفردوس ديت وخدت قبالها فلوس، يبقى معنى كده انا عندي القيد من حساب الخزنة الى حساب الايرادات او لحساب ايراد الخدمات زي ما حضرتك هتسميه. العملية دي الخزنة بتعتبر الطرف المدين، فببدأ بيها القيد 30,000 جنيه، ما بكتبش حاجة في المبالغ الداينة من حساب الخزينة. الجزء الثاني حساب الايرادات او ايراد الخدمات، ده هو الطرف الداين، ما بكتبش حاجة في المبالغ المدينة، بكتب 30,000 جنيه وبتحرك شوية كده، ما بكونش في اقصى اليمين، بدخل لجوه شوية الى حساب الايرادات. هو شرح القيد ده، انا قدمت خدمة ب30,000 جنيه وخدت القيمة بتاعتي مالها نقدا ولا على الحساب. الحقيقة الكلام ده انا خدت القيمة نقدا. طيب العملية دي بالنسبة لي، لو انا رجعت العملية اللي فاتت، العملية اللي فاتت كانت رقم 5، معنى كده ان العملية الجديدة بتاعتي دي هي العملية رقم 6. هي الخزنة كانت ظهرت قبل كده؟ ايوة، كان الحساب بتاعها رقم 5. ايراد الخدمات ده حساب جديد هياخد رقم بعد اخر رقم وصلت له، انا كنت واصلة لـ7، يبقى معنى كده ان الايرادات او ايراد الخدمات هياخد الرقم 8.
العملية دي تاريخها كام؟ العملية دي تاريخها 9/1/2018. طيب انا عندي بعد كده قامت المؤسسة بسداد 8000 جنيه مرتبات العمال المستحقة عن الشهر. هي الجزء بتاع مرتبات العمال ده بيعتبر مصروف، والمصروفات بطبيعتها مدينة، فحقول 8000 جنيه من حساب مرتبات العمال الى حساب الخزينة. انا سددت مرتبات العمال وقيمتها 8000 جنيه دفعتهم نقدا. انا اخر عملية كانت 6، يبقى معنى كده ان العملية بتاعتي دي رقم 7. المرتبات بتاعت العمال ظهرت قبل كده؟ لا ما ظهرتش، واخر حساب عندي كان رقم 8، فمعنى كده ان صفحة الاستاذ عندي هتاخد الرقم 9. هي الخزينة ظهرت قبل كده؟ ايوه ظهرت قبل كده وكان رقمها 5. العملية دي كان تاريخها 20/1. ايه شرح القيد؟ انا سددت مرتبات العمال وقيمتها 8000 جنيه ودفعتهم نقد. طيب الحاجة اللي بعد كده، قال ان انا عندي في يوم 22/1 قامت الشركة بعمليات تنظيف وغسيل لفندق اسمه فندق المفاجآت، مقابل فاتورة قدرها 25 جنيه لم تحصل بعد. معنى كده انا قدمت خدمة، ولكن الخدمة اللي انا قدمتها دي كانت على الحساب. يعني ايه على الحساب؟ يعني هيظهر عندي حساب جديد اسمه العملاء او المدينين وقيمته 25000 جنيه. القيد ده من حساب العملاء او من حساب المدينين زي ما تحب تسميهم، اللي هم اسمهم فندق المفاجآت، الى حساب الايرادات او لحساب ايراد الخدمات. انا قدمت خدمة ب25000 جنيه، ولكن هذه الخدمة على الحساب. طيب القيد عندي رقم كام؟ اخر قيد كانت عنده 7، يبقى معنى كده ان القيد الجديد ده رقمه 8. هو حساب العملاء ده ظهروا قبل كده عندي؟ الحقيقة لا، هياخدوا الرقم 10 الى حساب الايرادات او ايراد الخدمات. حياة الايرادات دي كانت ظهرة قبل كده عندي وواخد الرقم 8. طيب لما يجي بعد كده الكلام ده في 25/1، قال قامت المؤسسة بسداد نص المستحق عليها لشركة الفخراني. طب هي كان عليها كام بقى لشركة الفخراني؟ هنرجع للقيد اللي احنا كنا مسجلينه. الحقيقة كان عليها 25000 جنيه لأحد الماردين أو الدينين اللي هي مؤسسة أشرف الفخراني. لما أدفع نصهم يبقى معنى كده أنا دفعت 12500. يا ترى أنا دفعتهم إزاي؟ فقال إن أنا دفعتهم بشيك. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الفلوس اللي عندي في البنك قلت بال12500، وكمان حساب الموردين او الدينين قل نتيجة لان انا سددت لهم جزء من الفلوس بتاعتهم بنفس الرقم. القيد ده من حساب الموردين مؤسسة اشرف الفخراني الى حساب البنك. شرح القيد، انا سددت نص المستحق لمؤسسة اشرف الفخراني بشيك. يا سارة المؤسسة دي كانت ظهرت قبل كده؟ الحقيقة ايوه كانت ظهر عندي قبل كده، ولما ظهرت كان الرقم بتاعها رقم 7. طيب لما ارجع تاني ادي المؤسسة رقمها 7، هو حساب البنك ظهر قبل كده؟ ايوه كان رقمه 1. الرقم القيد بتاعي 9، دي ارقام صفحة الاستاذ. تاريخ بتاعة العملية كانت يوم 25/1. بيقول عندي في 30/1/2018 قام فندق المفاجآت ان هو سدد 10000 جنيه من المبلغ المستحق عليه نقد. ادي حساب الفندق كان مفروض يسدد للشركة 25000 جنيه، هو دفع منهم ما قيمته 10000 جنيه. دفعهم نقدا ولا دفعهم بشيك؟ قال دفعهم نقدا. معنى كده ان الخزنة اللي عندي زادت ب10000 جنيه، وحساب العملاء اللي موجودين دول قل بما قيمته 10000 جنيه لانهم سددوا جزء من الفلوس اللي عليهم. اذا كان العملاء او المدينين هم طرف مدين، معنى كده اما يقل حسابهم هيبقى دول الطرف الداين. الكلام ده معناه ببساطة ان انا هقول 10000 جنيه من حساب الخزنة 10000 جنيه الى حساب العملاء اللي هو بنسميهم فندق المفاجأة. طيب يبقى معنى كده احنا حاولنا ان احنا نشتغل عملية التسجيل في دفتر اليومية. مرة تانية هفكرك، اول خانة للمبالغ المدينة، الخانة التانية للمبالغ الدينة،
خانه البيان، ودي انا بكتب فيها القيد وبكتب فيها شرح القيد. حاجة اللي بعد كده رقم القيد، كان فيه مفروض خانة للمستند والرقم بتاعه احنا تجاوزنا عنها، رقم صفحة الأستاذ أو رقم الحساب ده في دفتر الأستاذ، ثم تاريخ العملية. طيب الحقيقة أنا خلصت عملية القيد في دفتر اليومية. طب لما أنا خلصت عملية القيد، الحقيقة دفتر اليومية ده دفتر ممتاز بيسجل لي كل العمليات اللي حصلت في المنشأة على حسب تاريخ حدوثها، ولكن ما بيمكنش المالك مثلا ان انا اعرف رصيد المدينين كلهم او رصيد اي واحد منهم بمجرد النظر، ولكن مفروض ان انا اعمل مجموعة من العمليات الحسابية عشان اوصل للرصيد بتاعه كام. وبالتالي الحقيقة هي دي فكرة دفتر الاستاذ. انا خلصت المرحلة دي وهي مرحلة جيدة جدا، لكن انا عايز اخد كل حساب واشوف كل العمليات المتعلقة بيه، فبثبتها في صفحة مستقلة او اكتر على حسب العملية دي. فمثلا بلاقي حساب النقدية او حساب البنك هي من الحسابات المتكررة طول اليوم، يعني بدفع وباخد فلوس عن طريقهم بدرجة كبيرة، مختلفين عن حسابات الاصول زي ما قلنا ان احنا بنشتريها ما بنشتريش كل يوم اراضي او مباني، وبالتالي انا بخصص الصفحة او اكتر على حسب مدى التعامل على الحساب. بتنتهي بحاجة بنسميها استخراج الرصيد، يعني الحساب ده في الآخر فيه كام، سواء كان طرف مدين أو طرف دائم. الكلام ده معناه أن أنا بعيد تبويب البيانات المسجلة عندي في دفتر اليومية تبويبا نوعيا. يعني إيه نوعيا؟ يعني بحط النقدية كلها مع بعضها، بحط العملاء مع بعضهم، مش بس العملاء، بحط كل عميل بفتح له صفحة عندي، بحط الدينين كلهم وبحط كل واحد منهم أنا علي له كام وهكذا. طيب الكلام ده مرة تانية معناها أن أنا بعيد تبويب البيانات المسجلة في دفتر اليومية تبويبا نوعيا، ده بتجميع العمليات المتشابهة لكل بند في حساب واحد. بيطلق بقى على عملية الترحيل من دفتر اليومية أو عملية نقل الطرفين القيد من دفتر اليومية لدفتر الأستاذ، بسميها مصطلح الترحيل. والحقيقة الترحيل ده بيبرره وجود زي ما حضرتك شفت في دفتر اليومية أنا عندي رقم صفحة الأستاذ، عشان لما حد يجي يراجع ورايا يبقى عارف إن هي دي مثلا حساب البنك ده رقم واحد، إن حساب الأراضي رقمها أي حاجة 3-4. وبرضو بنفس الطريقة في دفتر الأستاذ في حاجة بتشير لرقم صفحة اليومية دي لسهولة عملية المراجعة. طيب الترحيل انا برحل ازاي؟ هنكتب لحضرتك الخطوات، حضرتك ممكن ترجع لها واحنا هنحاول نشوف مع بعض احنا بنرحل ازاي. طيب لو ده قيد من قيود اليومية وانا عايز ارحله، ارحله معناها ان انا هنقل الاطراف بتاعته في حسابات. ولو حضرتك مثلا في القيد الاولاني من التمرين ده انا قلت حساب البنك ده رقم واحد، يبقى معنى كده الصفحة اللي موجودة في دفتر الأستاذ رقم واحد كان اسمها حساب البنك. حساب البنك ده بياخد مجموعة من الخانات دي أهمها مش كلها، خانة بنسميها المبلغ، وخانة بنسميها البيان، وخانة بنسميها التاريخ، وبيتكرر نفس الحكاية دي مع الطرف الدائم. وإحنا اتفقنا دايما أن الطرف المدين الموجود في الجانب الأيمن من معادلة الميزانية ده المدين، واللي موجود في الطرف الايسر ده الدائم. وهنفكر بعد تاني ان الاصول والمصروفات طبيعتها مدينة، وان الالتزامات وحقوق الملكية طبيعتها دينة. ده ليه هنفتكره؟ لانه واحنا بنرصد الحساب لازم القاعدة دي ما تغيبش عني. فمثلا انا هرصد ازاي؟ انا اسفة هرحل ازاي؟ بص معايا القيد ده مثلا كده، الخانة الاولانية اسمها المبلغ، فلو انا عندي طرف مدين انا هحط الرقم بتاعه في خانة المبلغ. فانا عندي مثلا من حساب البنك ده ب600,000 جنيه، معنى كده ان المبلغ المدين اهو انا هنقله في خانة المدين اللي هو في الناحية اليمين من الحساب، وهكتب 600,000 جنيه. لكن الحقيقة اللي هكتبه هنا مش هكتب حساب البنك، لان انا عارفة ان ده اسمه حساب البنك وانا حاطة الرقم في الجانب المدين. امال ايه اللي حضرتك هتكتبه في خانة البيان؟ الحقيقة اللي هنكتبه في خانة البيان هو الطرف الثاني من القيد. يعني ايه؟
يعني لو المبلغ ده موجود في الجانب المدين حضرتك هتكتب هنا الطرف الدين. تاني، انا عندي دفتر الاستاذ ببدا ارحل القيود من دفتر اليوميه لدفتر الاستاذ. ازاي الكلام ده؟ انا باخد المبلغ اللي موجود عندي اولا، دي حاجه، بحطه في الخانه بتاعته، ده مبلغ مدين يبقى بيتحط في الجانب المدين في خانه المبلغ. الحقيقه اللي هيكتب في البيان هو الجزء الثاني من القيد وهو الطرف الدين، وهنكتب التاريخ وهنكتفي بكده في البيانات. البيانات اللي موجوده في طرف المدين زيها بالظبط في الجانب الدين، مبلغ، بيان، تاريخ. بكده انا رحلت اول طرف من القيد وهو الطرف المدين الى صفحه رقم 1 في دفتر الاستاذ باسم حساب البنك. طيب الحساب الثاني اللي موجود عندي كان اسمه حساب راس المال. طب بص معايا كده، لو انا عايزه ارحل، هو راس المال ظهر عندي طرف مدين ولا دين؟ الحقيقه طرف دين. فمعنى كده ان 600,000 جنيه دول هيكتبوا في المبلغ اللي موجود في الجانب الدين وليس المدين. طب اللي هيكتب عندي في خانه البيان يا ترى هيكتب ايه؟ هيكتب الطرف الثاني من القيد، اللي هو اذا كانت دي موجوده في طرف الدين يبقى حضرتك هتكتب الطرف المدين، وهتستمر هذه العملية في كل بنود اليومية أو في كل قيود اليومية. هرحل كل القيود لدفتر الأستاذ، وبعدها هنعمل حاجة بنسميها الترصيد. احنا سايبين لحضرتك الخطوات بتاعتك عشان نشوف احنا هنعمل ايه. الحقيقة الرصيد بتاعي بس كلمة كده وهنفكر حضرتك بيها بعد كده، يعني هنبدأ نشتغل الجزء ده. انا عايزه يهمني ان انا اشتغل مع حضرتك ان انا الرصيد بتاعي هحدده ازاي. والله قال لي انا عندي 3 احتمالات، يا اما يكون مجموع الجانب المدين هيساوي الجانب الدائن، يبقى معنى كده الرصيد ده مقفول او ملوش رصيد. زي ايه؟ هفترض ان انا عندي واحد من العملاء كان واخد مني بضاعه ب10,000 جنيه وجه على مدار الشهر او على مدار السنه وسددها، فاصبح ما عندوش رصيد موجود في دفتر الاستاذ، ما فيش حاجه، كان عليه فلوس ودفعها. او يكون الاحتمال الثاني ان الجانب المدين اكبر، معنى كده ان الرصيد بياخد اتجاه الجانب الاكبر وهو الجانب المدين في الحاله دي، بمعنى ان الرصيد مدين ولكن بيظهر كمتمم حسابي في الجانب العكسي. خلينا بس هنقول الكلام ده وهنبدا نوضحه بمثال. طيب لو عندي الجانب الداين اكبر من الجانب المدين، معنى كده ان الرصيد هياخد طبيعه الجانب الاكبر اللي هو الجانب الداين، ولكن هيظهر كمتمم حسابي في الجانب العكسي. انا عارفه ان الكلام ده مش هيوضح غير بمثال، فعندنا مثال صغير كده وهنحاول نرحل للحسابات ونرصد الحسابات. بص معانا كده، بيقول عندي فيما يلي بيان بالعمليات اللي تمت خلال شهر فبراير 2019 لمنشأة الوسيط للخدمات العقارية. في 1/2 بدأت منشأة الوسيط العقارية أو الخدمات العقارية أعمالها بتخصيص مبلغ 620,000 جنيه كرأس مال أودع في البنك. بسرعة بقى كده هنبدأ نعمل عملية التسجيل. أنا عايزني أسجل وعايزني أرحل القيود ورصد. طيب ابدأ بأول حاجة في التسجيل. احنا هنقرأ الحاجات اللي موجودة وعند حضرتك التمرين مكتوب، وبعدين وبعد ما نقرأ هنبدأ نشوف الحسابات هتتم ازاي. زي ما اتفقنا ان اول عملية هو حط رأس المال، وحطه فين؟ حطه في البنك. كلام ده ب720,000 جنيه من حساب البنك لحساب رأس المال، ده ايداع رأس المال وقيمته 720,000 جنيه بحساب الشركة بالبنك. العملية دي رقمها 1، اول حساب ببدأ اديله رقم هو اللي موجود في الطرف المدين وهو حساب البنك، الى حساب رأس المال هيبقى 2. العملية دي تاريخها 1/2. طيب لو جينا بعد كده بيقول ان هو اشترى اراضي بمبلغ 564,000 جنيه وسدد قيمتها بشيك. الكلام ده معناه من حساب الاراضي لحساب البنك بكام؟ بالرقم، لانه دفع المبلغ كله بشيك. الاراضي دي ما ظهرتش عندي قبل كده، هتاخد رقم 3. البنك كان ظاهر عندي قبل كده واخد رقم 1، قد الحقيقة هو رقم 2، وتاريخه زي ما هو موجود عندي في يوم 2/2.
بيقول عندي ان هم اشتروا مباني بمبلغ 144,000 جنيه، الدفع منها 60,000 جنيه بشيك والباقي على الحساب. انا اشتريت مباني، يبقى معنى كده من حساب المباني بالرقم اللي انا اشتريته اللي هو 144,000 جنيه. الرقم ده الدفع ازاي؟ انا جزء منه دفعته بشيك اللي هما 60,000 جنيه، والباقي ما بين 144 و60 ده كان على الحساب. يبقى معنى كده الكلام ده من حساب المباني الى مذكورين البنك والدينين. هي المباني ظهرت قبل كده، الحقيقة ما ظهرتش، فهتاخد الرقم 4. البنك ظهر قبل كده ورقم 1، اما حساب الدينين فالحساب ده ما ظهرش قبل كده، هياخد الرقم 5. العملية دي تاريخها كان 6/2. طيب بيقول عندي في 11/2 هو باع قطعة ارض وباعها بالتكلفة، ما تحققش منها اي ايراد، وبالتالي انا عندي اللي حصل حاجتين، الاراضي بتاعتي قلت، وفي نفس الوقت انا ما خدتش حاجة. الكلام ده كان على الحساب، يبقى هيظهر عندي حد من المدينين، يبقى القيد ده هيكون من حساب المدينين 44,000 جنيه الى حساب الاراضي ب 44,000 جنيه. الاراضي نقصت وظهر عندي اصل جديد اسمه المدينين، مفروض يدفعوا لي قيمتها. المدينين دول اول مرة يظهروا عندي، وبالتالي هيبقوا الحساب رقم 6. الاراضي كان سبق انها ظهرت عندي قبل كده واخد الرقم 3، القيد ده رقم 4. الكلام ده بتاريخ 11/2. العملية اللي بعد كده ان هو اشترى ادوات مكتبية بمبلغ 21,600، الكلام ده كان على الحساب، فانا هقول 21,600 من حساب المعدات المكتبية الى حساب الدينين بالواحد وعشرين الف وستمية. القيد ده بالنسبة لي هو القيد رقم 5. اخر رقم انا كنت كتبته عندي هو كان الرقم 6، يبقى معنى كده انا عندي المعدات المكتبية هيكون رقمها 7. الدينين ظهروا قبل كده وكان رقمهم 5. انا اشتريت معدات مكتبية بمبلغ 21,600 على الحساب، والعملية دي تاريخها 14/2. انا حصلت مبلغ 6,000 جنيه وتم ايداع الرقم ده في البنك. معنى كده ان البنك عندي زاد، وانا خدت الرقم ده منين؟ قال ده من قيمة الارض بتاعت المدينين. الكلام ده معناه ان البنك عندي زاد والمدينين اللي عندي حسابهم نقص بالرقم اللي دفعوه 6,000 جنيه من حساب البنك لحساب المدينين. حقيقة انا عندي الحسابين دول متكررين قبل كده، البنك كان حسابه عندي رقمه 1، والحقيقة المدينين كان الرقم بتاعهم رقم 6، وبالتالي انا مش محتاجة ان انا اضيف حساب جديد. اخر عملية، والحقيقة العمليات صغيرة عشان نشوف فكرة الترحيل. انا سددت 12,000 جنيه من المبلغ المتبقي من تمن الارض بشيك. معنى كده ان حضرتك البنك بتاعك زاد ولا نقص؟ الحقيقة انا مفروض ان البنك اللي عندي ايه اللي جراله؟ البنك مفروض ان هو نقص بالمبلغ اللي انا دفعته، وكمان نقص حساب الدينين بالرقم اللي انا دفعته له. الدينين حساب موجود قبل كده هو حساب 5، والبنك عندي متكرر هو رقم 1. انا لغاية كده سجلت كل العمليات المطلوبة مني في دفتر اليومي. الجزء الثاني المهم قوي ان انا عايزة ارحل هذه العمليات لدفتر الاستاذ. قبل ما اكمل، انا عندي كام حساب؟ انا عندي اقصى عدد من الحسابات موجود هما 7 حسابات اهم. احنا عايزين نبدأ عملية الترحيل، فنبدأ نشوف مع بعض. نرجع كده لاول قيد اللي انا هبدأ ارحله، كان بيقول لي من حساب البنك الى حساب رأس المال. معنى كده ان انا عايزة افتح صفحة اسمها 1 هسميها البنك، وصفحة 2 هسميها رأس المال. تعال مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه. اهو بنبدأ اول حساب اللي احنا اتفقنا ان احنا سميناه حساب البنك. حساب البنك الجزء الايمن هيبقى الطرف المدين، والجزء الايسر ده الطرف الداين. عندي الاعمدة الرئيسية هي المبلغ والبيان والتاريخ. طيب العملية دي كانت بتقول لي
720 ألف جنيه من حساب البنك إلى حساب رأس المال. طيب يبقى حساب البنك هو مدين ولا داين؟ الحقيقة هو مدين، فبكتب المبلغ في خانة المبلغ في الجانب المدين. واتفقنا لما بنيجي نكتب في خانة البيان احنا بنكتب الطرف الثاني للقيد اللي هو من حساب البنك رأس المال، فانا هكتب هنا رأس المال. العملية دي تمت امتى؟ العملية دي تمت في يوم 1/2. طيب وهروح افتح حساب تاني هسميه حساب او هسميه الصفحة رقم 2. خلي بالك سيبك بس من الحاجات دي هشرحها لك بعد كده احنا بنرصد ازاي. اسمه حساب رأس المال. الحقيقة في حساب رأس المال هو القيد كان بيقول لي ايه؟ من حساب البنك لحساب رأس المال. انا رحلت خلاص الطرف المدين ورحت حطاه في حساب البنك، حطيت المبلغ في خانة المدين ورحت حط الطرف التاني من القيد اللي هو حساب رأس المال. الحقيقة بنفس الطريقة اللي احنا سجلنا بيها هنسجل الطرف الداين. هو الطرف الداين ده كان قيمته كام؟ كان قيمته 720، يبقى هكتب 720 في خانة المبلغ ولكن في الطرف الداين. والجزء اللي هكتبه هنا الحقيقة هو بكتب الطرف المدين من القيد اللي هو كان بيقول لي من حساب البنك رأس المال، فانا هكتب هنا من حساب البنك. العملية دي كانت بتاريخ 1/2. هنرجع مع بعض كده، يبقى دي اول عملية تم تسجيلها. والحقيقة تأكد حضرتك تماما ان انت نقلت كل الاطراف، لان انا لو سبت فيه طرف انا ما خدتوش هيظهر عندي عدم توازن بعد كده. طيب القيد التاني كان بيقول لي من حساب الاراضي، وده كان صفحته رقم 3، يعني معنى كده ان انا هفتح صفحة جديدة للاراضي وهأثر على حساب الاراضي وهأثر على حساب البنك، هأثر على الحسابين دول الاثنين. انا عندي البنك ده موجود فعلا، وبالتالي انا محتاجة ان انا اضيف صفحة جديدة اسمها الاراضي. طب خليك معانا كده، ادي الصفحة رقم 3 والصفحة دي انا هسميها الاراضي، الجانب المدين والجانب الداين. القيد كان بيقول من حساب الاراضي الى حساب البنك، يبقى معنى كده الاراضي كانت طرف مدين بالمبلغ بتاع الارض اللي هو 564 الف جنيه، وبكتب هنا الطرف الداين الى حساب البنك. عشان لما اجي اقرأ القيد هقول 564 ألف من حساب الأراضي، هي موجودة في الطرف المدين، 564 ألف جنيه إلى حساب البنك. طيب العملية دي كان تاريخها 2/2، أنا نقلت الطرف بتاع الأراضي لكن أنا لسه عندي الطرف بتاع البنك ما نقلتوش. القيد كان بيقول من الأراضي للبنك، يبقى أنا عايز أروح البنك ولكن في الطرف الداين، وهكتب 564 ألف جنيه، وهنا هيكتب الطرف المدين وليس الداين من حساب الأراضي بتاريخ 2/2. أنا كده رحلت القيد الثاني بالكامل، فأنا كتبت في الأراضي رحلت الطرف المدين وجيت في حساب البنك ورحلت الطرف الداين، يبقى أنا كده رحلت 2 من القيود اللي هم رقم 1 و2. طيب انا عندي القيد اللي بعد كده كان بيقول من حساب المباني الى مذكورين. مين المذكورين دول؟ عندي حساب البنك وعندي حساب الدينين. الحقيقة انا عندي حساب البنك الوحيد اللي موجود، معنى كده انا محتاجة افتح حسابين رقم 4 و5. 4 هسميه المباني و5 هسميه الدينين. مش هنسى ان انا ارحل التلات اطراف. طب خليك معاي، هو اول حاجة انا عايزاها عايزة يبقى في عندي حساب اسمه 4. هذا الحساب هو عبارة عن حساب المباني اللي موجودة عندي. طيب يبقى انا لسه كده 2، ادي 3، يبقى عايزة الحساب رقم 4. صفحة رقم 4 دي الحساب بتاعها انا كنت سميته المباني. المباني دي هتظهر عندي، هقول من حساب المباني الى مذكورين، وممكن حضرتك تكتب المذكورين هنا، تكتب الحسابين اللي هما كانوا حساب البنك 60,000 جنيه والدينين 84,000 جنيه. طيب الكلام ده جميل قوي. انا رحلت كتبت الطرف المدين اهو، وكتبت جنبه الطرف الدايم من القيد، وكتبت تاريخ العملية. الحقيقة انا محتاجة اروح لحاجتين، اروح للبنك اسجل فيه العملية واروح كمان للدينين.
طب انا لو رحت للبنك دلوقتي عشان اسجل العملية دي، هروح للبنك اهو في الخيانة الداينة، لان انا دفعت فلوس كنت بقول من حساب المباني الى مذكورين منهم البنك، فلازم هيكون عندي البنك طرف داين، ادي 60,000 اللي دفعتهم، وبكتب جنبهم الطرف المدين من القيد من حساب المباني. انا رحلت كله، لا انا لسه لي حاجة كمان اسمها الدينين، وهذا الحساب رقمه 5، فانا معنى كده انا محتاجة ان انا اضيف حساب جديد موجود عندي في الصفحة رقم 5، هذا الحساب اسمه حساب الدينين. حساب الدينين من اسمه كده هو طرف ماله الاصل بتاعه ان هو داين، ادي الحساب، فهلاقي في الطرف الداين 84,000 جنيه، الكلام ده من حساب المباني، والعملية دي تاريخها 6/3. انا كده رحلت الثلاث اطراف اللي موجودين عندي في القيد. طيب لو انا جيت اشوف العملية اللي بعد كده كانت بتقول عندي ايه، العملية اللي بعد كده كانت بتقول عندي من حساب المدينين الى حساب الاراضي ان انا بعت ارض وبعتها بالتكلفة. خلي بال حضرتك معايا اهو، ادي العملية رقم 4 من حساب المدينين لحساب الاراضي. هو انا عندي المدينين ظهروا قبل كده؟ لا، فانا محتاجة افتح حساب او صفحة رقمها 6 هسميها المدينين. حساب الاراضي الحقيقة تكرر عندي قبل كده وكان واخد الرقم 3، فانا عايزة اروح لصفحة 6 اسميها حساب المدينين، وعايزة ارجع للصفحة 3 بأيد. والحقيقة انا برحل بنفس الترتيب، برحل من الطرف المدين الاول للطرف الدين. طيب ادي عندي الدفاتر لغاية ما وصلت للدينين، انا هفتح في صفحة 6 حساب هسميه المدينين، من اسمهم كده مدينين، مفروض ان هم الاصل بتاعهم مدين. الكلام ده هقول عندي 44,000 جنيه الى حساب الاراضي. ده المبلغ اللي انا عملت ايه، ده المبلغ اللي انا خدته اللي هو قيمة الارض، ولكن انا ما سددتش حاجة. لو جيت حضرتك بعد كده تشوف احنا هنعمل ايه، انا دلوقتي الجزء بتاع المدينين انا خلصته، فانا محتاجة ان انا ارجع للاراضي اللي هي كان رقمها كام عندي، الحقيقة اللي كان رقمها 3 اهو في الطرف الداين. انا عندي الاراضي لانه اتباع منها جزء فهتظهر كطرف داين، الكلام ده 44,000 جنيه من حساب المدينين. طيب انا عندي بعد كده القيد اللي بعد كده هو عبارة عن من حساب المعدات اللي موجودة عندي المكتبية الى حساب الدينين. الكلام ده معناه ان انا عايزة يكون عندي حساب رقم 7، وهرجع للحساب رقم 5 اللي هو بتاع الدينين. الكلام ده معناه ايه بالظبط كده؟ معناه ان انا هفتح حساب جديد، هذا الحساب في صفحة رقم 7 هسميه المعدات المكتبية. معدات المكتبية من حساب المعدات المكتبية، معنى كده ان انا عايز اكتب حاجة في الطرف المدين الى حساب الدينين، الكلام ده بقيمة المعدات اللي هي 21,600، وهنا تاريخ العملية. لو انا رجعت للدينين اللي هم بيحملوا بالنسبة لي رقم 5، معنى كده ان انا بروح كده في حساب الدينين هلاقي عندي 21,600، وبكتب جنبها الطرف العكسي من القيد من حساب المعدات المكتبية. الحقيقة بنفس الطريقة انا هسجل القيدين اللي هم رقم 6 و7. قيد 6 كان بيقولي من حساب البنك لحساب المدينين، فانا عايزة ارجع لحساب البنك لانه هو ده بيمثل لي طرف المدين من القيد، من حساب البنك الى حساب المدينين. يبقى معنى كده انا عندي الطرف بتاعي فين البنك كده، هنرجع لورا كمان خطوة اهو، انا عندي 6,000 جنيه الى حساب المدينين، ده المبلغ اللي انا حصلته، وحروح للمدينين اللي هو بيحمله الرقم بالنسبة لي رقم 6، وحشوف انا هكتب العملية ازاي. فهاجي هنا هلاقي في الطرف الداين 6,000 جنيه من حساب البنك. اخر قيد موجود عندي من حساب الدينين الى حساب البنك، الحقيقة ادي الدينين اهم، انا في سددت مبلغ 12,000 جنيه، وبالتالي رصيدهم قل عندي، هم اصلا طرف داين، لما رصيدهم يقل هيبقوا في الطرف المدين، وبكتب جنبهم الجانب العكسي من القيد اللي هو حساب البنك. بنفس الطريقة انا محتاجة ان انا اروح لحساب البنك وهو اول حساب عندي،
عشان اسجل العملية دي، طالما ان انا دفعت فلوس يبقى معنى كده ان البنك يمثل بالنسبة لي الطرف الدائن. انا خلصت السبع قيود تم ترحيلهم الى دفتر اليومية، ومن دفتر اليومية لدفتر الاستاذ انا عندي حاجة بسميها عملية الترصيد. يعني ايه الترصيد؟ يعني الحساب ده في الاخر هو الرصيد بتاعه كام، يعني في فلوس علي، فلوس في حد مفروض يدفع للشركة حاجة، الشركة مفروض تدفع له حاجة الى اخر. فانا مثلا اول حاجة عشان ارصد بعمل ايه؟ خلي بالك الرصيد احنا عاملينه بلون اخضر، دي الارقام اللي بالاسود دي هي الارقام اللي كانت موجودة في الحساب. فانا ببدأ اعمل ايه؟ بجمع الطرف المدين اهو وبيديني رقم، لو انا جمعت رقمين دول مع بعض هيدوني 726,000 جنيه. الكلام ده مجموع الجانب المدين. الجانب الداين هجمعه هيديني 636,000 جنيه. ايهما اكبر؟ اللي عندي الاكبر هو 726,000 جنيه. هذا الرقم هيكتب في الناحيتين. طيب هسألك سؤال، هو حساب البنك طبيعته ماله؟ مدين. معنى كده انا عندي الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن. الرصيد طبيعته هيكون مدين ولكن هيظهر في الجانب العكسي كمتمم حسابي عشان يحفظ التوازن. تاني، انا عندي اول خطوة بعملها بجمع الجانب المدين وبجمع الجانب الدائن، ايهما اكبر فيهم هينزل في الناحيتين. بسأل نفسي هو الجانب المدين اكبر؟ قلت لي اه. قلت لك معنى كده ان هذا الرصيد سوف يكون مدين بطبيعته ولكن بيظهر في الجانب العكسي كمتمم حسابي، يعني المجموع ده ناقص له كام عشان يوصل لل 726؟ هذا هو الرصيد، بيعتبر في اول فترة في الجانب العكسي اللي هو في الجانب الداين، وبيتنقل في بداية المدة عشان ياخد اتجاهه الصحيح، ان انا عندي رصيد حساب البنك 90,000 جنيه وهو رصيد موجود في الجانب المدين. طيب سؤال، هو رأس المال ده طبيعته داين ولا مدين؟ الحقيقة طبيعته داين. انا عندي 720,000 جنيه اللي حطيتهم، لا حطيت ولا خدت منهم، لا زودت ولا خفضت رأس المال، يبقى انا عندي في الطرف الداين 720 وفي الطرف المدين صفر. الاكبر بينزل في الاتجاهين، معنى كده ان انا عندي الرصيد بتاعي هو نفس الرقم 720,000 جنيه. امال هو ليه ظهر في الطرف المدين؟ هو ظهر مجرد ان هو متمم حسابي، ولكن الرصيد المنقول في بداية الشهر الجديد اللي هو 1/3 هياخد اتجاهه الطبيعي اللي هو هيبقى عندي في الطرف الداين. بنفس الطريقة حضرتك هتبدأ ترصد كل الحسابات اللي بعد كده. انا عندي الاراضي في الجانب المدين ب 564,000 جنيه، في الجانب الداين عندي 44,000 جنيه. معنى كده ان الجانب المدين اكبر، وده بديهي لان الاراضي اللي عندي هي اصل من الاصول. الفرق هيظهر كمتمم حسابي في الجانب العكسي اللي هم 44، لو جمعتهم على 520 لازم يديني الرقم ده، ولكن في بداية الفترة الرصيد هيظهر في اتجاهه الصحيح ان هو رصيد مدين. نفس القصة هنعملها في الحسابات التانية. انا عندي حساب المباني، حي حساب المباني برضو بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها. انا عندي مبلغ وحيد موجود في الجانب المدين، مفيش حاجة في الجانب الداين، هذا الرقم هينزل في الاتجاهين. المباني طبيعتها هي اصل من الاصول، لازم اتوقع ان الرصيد في النهاية هيكون في الجانب المدين ولكن بيظهر كمتمم حسابي في الجانب الداين. نفس الطريقة هنتبعها مع كل العناصر. الدينين باسمه كده، انا متوقع ان الرصيد بتاعه داين، بجمع اللي موجود في الجانب المدين مفيش غير رقم واحد، والمبالغ اللي موجودة في الجانب الداين، فانا عندي المرة دي الجانب الداين اكتر. الجانب الداين اكتر معناه ان الرصيد سوف يستقر في النهاية في الجانب الداين ولكن هيظهر مؤقتا في الجانب المدين كمتمم حسابي. الفرق ما بين 105 و600 وال12,000 جنيه. بنفس الطريقة انا عندي حساب المدينين، من اسمه كده هو طبيعته مدين، فانا عندي 44,000 جنيه في الجانب المدين و6,000 في الجانب الدائن. دي مش عايزة تجميع، الجانب المدين اكبر، يبقى انا متوقع ان الرصيد سوف يستقر في النهاية رصيد مدين
ولكن هيظهر مؤقتا كمتمم حسابي في الجانب العكسي. اخر حساب عندي هو حساب المعدات المكتبية. المعدات المكتبية هذا الحساب سوف يظهر عندي في رقم واحد موجود في الجانب المدين، ما عنديش حاجة في الداين، يبقى معنى كده ان الجانب المدين اكبر. هذا الحساب سوف يستقر في النهاية كطرف مدين لانه اصلا من الاصول، ولكن هيظهر كمتمم حسابي في الجانب العكسي. الحقيقة انا عندي حاجة بسرعة كده بنسميها ميزان المراجعة بالأرصدة. انا عايزة اتأكد ان الكلام اللي انا قلته ده كلام مظبوط، وان انا طبقت طريقة القيد المزدوج بطريقة سليمة، فهو بيوفر لي دليل مبدئي على توازن الحسابات. ايه اللي حضرتك بتعمله؟ الحقيقة ان الحسابات السبعة اللي كانت موجودة عندي انا باخد الرصيد بتاعها. فانا مثلا عندي البنك كان 90، رأس المال 720، دي الأرصدة اللي متوفرة. لابد ان يكون الأرصدة المدينة تساوي الأرصدة الدينة، لقلنا ان ده بيوفر لي دليل مبدئي على توازن الحسابات. اخر حاجة بسرعة كده، انا عندي خطوات الدورة المحاسبية. بتبدأ اي عملية مالية بتحصل ببدأ اجمع لها المستندات اللي تثبت حدوث العملية، بسجل في دفتر اليومية، برحل لدفتر الأستاذ، بقوم بعملية الترصيد، ثم بعد كده ببدأ أعمل ميزان مراجعة، ثم نبدأ في إعداد القوائم المالية. هذه الخطوات هي عبارة عن خطوات الدورة المحاسبية، اعتبارا من حدوث العملية، إعداد المستندات، تسجيل في دفتر اليومية، ترحيل لدفتر الأستاذ، ترصيد، إعداد ميزان المراجعة، إعداد القوائم المالية. الحقيقة بكده احنا نكون خلصنا الجزء الخاص بأساسيات المحاسبة. عند حضرتك تمرين اتمنى ان هو حضرتك ابعتولي حله على الخاص، مطلوب فيه قيود يومية ومطلوب فيه ترحيل وترصيد لدفتر الأستاذ في حسابين. ياريت يكون الكلام ده عندنا في موعد أقصى السبت اللي جاي، وكل الأمنيات بالتوفيق. وطبعا تحت أمركم في أي استفسار، وياريت الاستفسارات تكون على الجروب بتاع التكميلي، على أساس أنه نفس السؤال ما يتكررش من أكتر من واحد. أشوفكم على خير، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. السلام عليكم.